أمطار رعدية تضرب البلاد اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك مع نشاط للرياح الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. فما تفاصيل حالة الطقس اليوم والأماكن التي ستشهد تساقط للأمطار وأيضا أهم الظواهر الجوية المؤثرة فيه؟ هذا ما سنوضحه لحضرتكم من خلال تغطيتنا الجوية الآن، كما سنستعرض نصائح خبراء الأرصاد لكي تمر أيام العيد بسلام. هيئة الأرصاد الجوية قالت أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية وأيضا مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. وعن أهم الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، فتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من البلاد تصل إلى القاهرة الكبرى. وأوضحت الأرصاد أننا سنشهد هطول للأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، كما سنشهد نشاطا للرياح على جميع الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر، لذا ينصح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات. وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية. ومن جانبها قالت دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية ستشهد استقراراً ابتداء من اليوم في أغلب المناطق، لأن المنخفض الجوي سيتجه تأثيره إلى شرق البلاد. وأشارت أيضا الدكتورة منار غانم إلى أن فرص الأمطار المتواجدة اليوم ستكون خفيفة على السواحل الشرقية في رفح والعريش، وبالنسبة لباقي المحافظات ستشهد استقرارا أيضا في الأحوال الجوية، كما أشارت إلى أن الطقس سيكون دافئا وسوف نستطيع الاستمتاع بطقس عيد الفطر المبارك في جميع المحافظات، ولكن مع غياب أشعة الشمس سنشعر بالبرودة. ولفتت أيضا إلى أنه من المقرر أن نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ابتداء من الغد، وهو ما يزيد من فرص الاستمتاع بالمناطق الساحلية. وقد نصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر حال القيادة في الصباح الباكر نظرا لتوقع وجود شبورة مائية. أما بالنسبة للملابس المناسبة للطقس الحالي فقالت الدكتورة منار غانم يجب ألا ننخدع بالدفء الذي نشهده في ساعات النهار، ويجب ارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة تجنبا للإصابة بنزلات البرد. ونوهت أن درجات الحرارة ستظل مستقرة طوال الأسبوع المقبل. مشاهدينا نختتم تغطيتنا الجوية بدرجات الحرارة المتوقعة فتكون كالتالي: القاهرة 26-17، شرم الشيخ 27-19، الإسكندرية 23-16، الأقصر 31-18، أسوان 31-18، سانت كاترين 18-8، رفح 23-15 درجة مئوية. وإلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية تغطيتنا الجوية، بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة ونتمنى لكم السلامة. شكرا لكم وإلى اللقاء.